لي تايا ياسمين، وفرت شعر طارق الطحان، الميك اب انا اللي كنت عاملاه. بس في ناس عجبها الفستان، في ناس ما عجبهاش الفستان، بس عادي يعني. شفت في علم الوصول وفيلم رائع بجد ان شاء الله. بس ما تاخد جايزه. تمام. زرتي ايه في اسوان وايه اكتر حاجه عجبتك؟ زرت قريه نوبيه وانا بحبها قوي، كل مره باجي ازورها. ما لحقتش ازور اي حاجه ثانيه خالص، كان عندي امل ازور معبد فيلا ما لحقتش. بس انا كنت هنا بالظبط من حوالي شهر. كنت لسه اقول لك انت محبي اسوان اصلا. اه جدا جدا. كنت هنا من شهر وزرت الاقصر واسوان، وانا بحب البلد دي قوي. تمام. المفروض تعملي ايه الفتره الجايه؟ انا لسه بصور في البيت الكبير، لسه ما خلصناش. بس